استقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى سعادة محمد صادق سنجراني رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين. وقد رحب سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بسعادة محمد صادق سنجراني والوفد المرافق مشيدا بما يجمع مملكة البحرين وشعبها من علاقات تاريخية مميزة مع جمهورية باكستان الإسلامية، منوها بتعاون البلدين في العديد من المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارة وتبادل الخبرات والتجارب فيما بين الدول. من جانبه أعرب سعادة محمد صادق سنجراني عن سعادته بزيارة مملكة البحرين وتقديره لما حظي به والوفد المرافق من استقبال وحفاوة، مؤكدا حرص باكستان على تعزيز وتطوير علاقاتها وتعاونها مع مملكة البحرين، مشيدا بما تشهده المملكة من نهضة في مجالات التنمية المختلفة ومتمنيا لها ولشعبها المزيد من التقدم والرخاء. حضر اللقاء سعادة السيد أفضل محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين.